لكم خبر حاليا تعاملت فرق الإطفاء مع حريق اندلع في إحدى الغرف بوزارة الإعلام. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا مسؤول التواصل الاجتماعي بالإدارة العامة للإطفاء النقيب رضا السلمان. صباحك الله بالخير وقواكم الله. صباحك الله بالنور يا هلا اخوي نجيب، حياك الله. يا هلا اخوي، تكلمنا عن الحادث اللي حصل عندنا في وزارة الإعلام. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صباح الخير على جميع السادة المشاهدين، ونطمئن يعني السادة المشاهدين بأن الحريق يعني كان محدود في إحدى الغرف في وزارة الإعلام أو بالمبنى الرئيسي الخاص بوزارة الإعلام. الحريق يعني في هذه الغرفة تحتوي أجهزة خاصة في الحاسوب أو أجهزة الكمبيوتر. نعم. وتم التعامل مع هذا الحادث من قبل رجال الإطفاء الهلالي والمدينة الذين وصلوا إلى الموقع في غرفة دقائق. نحن أردنا البلاغ الساعة 8:46 دقيقة صباحا. نعم. وإلى الآن موجودة في الإطفاء طبعا لتأمين الموقع، ونطمئن جميعنا لا يوجد أي إصابات بشرية جراء هذا الحادث. والتحقيق إن شاء الله يعني بدأوا عندنا الإخوان في مراقبة حوادث الحريق بشروط بالتحقيق لمعرفة السبب اللي أدت إلى عندنا هذا الحريق. ولكن أرد أكرر وأطمئن الجميع أن الحادث لم يسبق عنا أي إصابات. الحادث يعني يعتبر محدود في إحدى الغرف فقط الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، لا يوجد يعني أي إصابات بشرية جراء هذا الحادث. الحمد لله رب العالمين، إذن لله الحمد والمنة، وشكرا جزيلا لطبعا النقيب رضا السلمان مسؤول التواصل الاجتماعي بالإدارة العامة للإطفاء. والحمد لله رب العالمين ما في أي مشكلة أو أيضا ما في أي إصابات بشرية، وأيضا نطمن موظفي وزارة الإعلام أنه دام ترى الأمور طيبة، ماكو كلها غرفة صغيرة، ويمكن والله أعلم أنه طبعا بما أن فيها أجهزة ما هذا احتمال فيوز أو شغلة أو شورت إلى آخر من هالأمور. الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. يعني فعلا قاعد يعني نسمع احنا هذه الاصوات ولا من الصبح قاعدين نحات انه في شيء قريب طلع، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في ما في ما في احد تعور يعني بس الله اكيد. اذا وصلنا الى نهايه الحلقه، خلاص الحريق خلص طفيناها.